إني من أهل النار يا إلهي، من أهل العذاب وأهل الفجور والفسق والجنون والشر، وأهل الشيطان والعصاة والكافرين. جسدت المجرد وجردت المجسد، وما خرجت من التيه. مقبرة الفوضى العنيفة أنا، بوتقة المجهول النارية، الانشقاق الأبدي العباسي عن العالم. أصارح كل شيء بحقيقته، الآلهة بقسوتها ولقاطتها، والناس بعبثها وسجونها. لذلك لا أجد لذة في جوار أحدا، سواء كان إلها أو إنسانا أو شيئا. إن كل اللذة في داخلي في وحدتي المطلقة. كيف لا يكون الإنسان مجنونا في هذا العالم؟ كيف لا يكون الإنسان وحيدا في هذا العالم وسط هذه السلطات القمعية والسلطوية؟ إنها أهم صفة بي الجنون، أهم غريزة شعرية. كلي أمارات موت وكراهية لكل شيء. وحيدا على طاولة مهترئة في مقهى مغمور فارغ، أصقل اهترائي بأي شيء، وأحفز ظلمتي بأطلال الضوء من الخارج. أتنفس بصعوبة وأتحرك بصعوبة وأحيا بصعوبة، أنزع ضرب الموت من وعي وأؤخر انتحاري حتى يسقط المطر. كل هذا الرفض مجدي الغائر الذي يبتعد الناس عن جواره، كل هذه اللغة المغمورة حياتي الوحيدة التي تولي مني في لحظات الانتحار، كل هذه الصور أسلحتي ضد الموت. إني أحيا لأقاوم الموت فقط، لأعاصر نفسي عندما تكون مطلقا. أضغط مراياي وأفضي في أنفاق البريق